السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو أحمد، قناة نانو تي في. اليوم بدنا نبدل شاشة آيفون إكس. تمام، هاي الشاشة الجديدة. منقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل كل الآيفونات لازم نفتح البرغيين اللي تحت، نشيلهم نفكهم. تمام، يجي بعدين من الزاوية اللي هون. تمام، بالطريقة هاي. بكل بساطة وسهولة، ننتبه بس ما نقبعه كتير. في عنا هاي جديدة بتساعد الشغل كتير، بنثبت الجهاز فيها. تمام، عندنا هالبراغي هدول كلهم بدنا نفكهم. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا نراعي ترتيبهم لأنه الترتيب كتير مهم. واحد طويل، واحد قصير، واحد ضيق أو ناعم يعني، واحد بيجي أضخم منه بشوي. تمام، هيك شلناها. هلا عنا هون اول شي بنشيله هو البطارية. تمام، عنا واحد هذا الفليكس كابل، اثنين. تمام، هذا لا، عنا هاد هون. شلنا البطارية، البطارية الشاشة عفوا، وعلى الاغلب هاي كانت مبدلة. نلاحظ هالشي، نسيان يعني يشيلوا اللزقة تبعتها كمان. هذا بنحطه على جنب هون. بدنا نفك، عنا بس قطعة واحدة يعني، مو مثل الشاشات التانية. المفك نفسه اللي بيجي ثلاث أقسام تبع الآيفون 7 وآيفون 8 وما بعد، بنفك فيه نفسه هون. وشوي شوي ننتبه لانه هاي الشاشة كتير حساسة، هاي قطعة منشيلها بقوة بتعملنا مشاكل بعدين، يعني بنضغط عليها قصدي. هاي القطعة طلعت مثل ما هي مع البلاستيكات تبعتها. هيك خلصنا من هاي الشاشة. بدنا نجرب الشاشة الجديدة اول شي قبل ما نشتغل اي شي فيها. تمام، بنركب الفليكس كابل الاول والفليكس كابل الثاني. تمام، تأكد انه كله فايت، كل فليكس كابل فايت بالمكان المخصص له تماما. بعدين بنقول بسم الله ونشغل. اشتغل، نستنى عليه شوي ونجرب التاتش. طبعا احنا شغلنا الشاشة، ننتبه على الفيس اي دي. الفيس اي دي هذا الجهاز فيه مشكلة كتير كبيرة، هي الفيس اي دي. نحنا قبل ما نستلم الجهاز من الزبون بنسأله شغال الفيس اي دي فيه ولا لا، واذا بنقدر نتأكد بيكون كتير منيح. يعني اذا كانت الشاشة شغالة حتى لو كان مكسورة بيكون كتير منيح، لانه الفيس اي دي كتير يعني مشكلة كتير كبيرة. اذا خربت ما في غير الايفون، الابل هي اللي بتقدر تسويه حساس. لانه تمام، الشاشة شغالة كلها تمام، منطفي. تمام، طبعا تطفاية هذا مش بس الكبسة، هاي كبسة هاي مع تعلاية الصوت مع بعض، بعدين بنطفي. تمام،
نرجع منفك اول شيء البطارية مثل ما قلنا، بعدين الفليكس كابل اللي هون، بعدين الفليكس كابل اللي هون وخالصين. ونحط الشاشة هون هيك، ومنجيب هالقطعة هاي بننزلها مكانها. طبعا هون لازم نتأكد انه كل القطع النازلة مكانها بشكل ممتاز، يعني مو زايح ولا ملي، لانه هون كله حساسات وكله مش مثل الجوالات الايفون الثانية. تمام. هلا هيك تأكدنا نحن انه كله تمام، كله نازل مكانه عنا هون بهالمنطقة هاي. بهالمنطقة هاي لازم يكون الحساسات كلياتها نازلة مكانها، والكاميرا يعني كل شي هون موجود لازم يكون نازل مكانه 100%. بعدين بنحطها هيك ومنركب البراغي. هون في عنا حديدة، هلا بكبر الكاميرا عليها، لازم تجي سامحونا بس مرضانين يعني دعونا بشفاء، صوت شوي مكركب. تمام. البرغي هداك طبعا في انا عندي براغي احتياط. ولا ليكو هذا هو لا هنا احسن ما نحط برغي تاني. شغلة تبديل البراغي مش بايدنا يعني يا شباب، احيانا بنبدل برغي بيطلع اتخن، بيطلع اطول، بيخرب تحته، فبتكون تدفوا كتير منيح على هالقصة هاي. هلا هيك خلصنا نحنا، صفى علينا تركيب الشاشة. بنقول بسم الله. اللي الفليكس اللي تحت هو اول شي، بعدين اللي بعده اشتغل الجوال، وهلا نحن عم نجرب التاتش تبعه كله تمام. تمام. كله تمام. هلا منطفي بكل بساطة، منسكر. تمام. هلا منبلش البراغي. أول برغي تمام، هاي الثاني Ich habe, um ehrlich zu sein, die bieten halt neue Modelle an.
Das ist ja vom Baujahr 2018. Das ist ein Lot 2. Die habe ich normalerweise für 140, könnte ich die für 120 anbieten. Neu. Okay, welche ich das? Zwei. Also keine so schon riesige Muster, oder? Nein, nein. هيك بنكون خلصنا. بدنا نسكر طريقة التسكير هي كالتالي. من فوق لتحت. تمام. فيها مشكلة بالبطارية. البطارية عم تقوم من مكانها. كله تمام. هيك سكرناها 100%. صفى عنا بس البراغي اللي تحت وخالصين. جزاكم الله خيرا. اذا عجبكم المقطع يا ريت تحطوا لنا لايك، واذا مو مشتركين بالقناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد اول باول. كان معكم اخوكم ابو احمد، وجزاكم الله خير. سلام عليكم.